مشاهدينا أهلا بكم في عدد جديد من برنامج جسور النافذة التي من خلالها نتواصل مع جاليتنا في الخارج لمعرفة أوضاعهم ولنكون همزة وصل بينهم وبين أهلهم هنا في الجزائر. والبداية مع آخر أخبار جاليتنا، حيث برمجت الخطوط الجوية الجزائرية آخر رحلة لها لهذه السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، ما أثار قلق الجارية حول إمكانية عدم برمجة رحلات أخرى لشهر جانفي، خاصة مع تزامن انتهائها بظهور المتحور الجديد أوميكرون. أكد مدير الإعلام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي على استمرار إجراءات التعويض للزبائن الذين اقتنوا تذاكرهم قبل غلق المجال الجوي، مؤكدا أن العملية ستتم بشكل تدريجي. أعلنت وزارة النقل عن فرض شروط جديدة للراغبين في السفر عبر النقل البحري بإقرار الجواز الصحي للتلقيح، بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها PCR والاختبار القول التشخيصي كشرط للدخول التراب الوطني ومغادرته. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 12 من ديسمبر 2021. وكالعادة مشاهدينا نتواصل مع أفراد من جاليتنا في الخارج لنتحدث معهم حول أوضاعهم، واليوم سيكون معنا عبر سكايب إلياس بوعزيز، مهاجر جزائري مقيم بالسويد. أهلا بك إلياس. شكرا لك إلياس على قبولك أن تشارك معنا اليوم وتتكلم معنا على تجربتك في المهجر وعن أوضاعك. إلياس، أكيد قبل ما نتكلموا على أوضاعك حاليا في السويد، لو نتكلم قليلا عن الأسباب التي دفعتك للهجرة في الجزائر أو من الجزائر. الهجرة كما كاع لي جان بدات اون 84، رحت حواس لباري عند عمي. الوقت هذا كنت نقرا لا كونتابيليتي، درت السي ا بي سون فورماسيون تاع لا كونكور، ومن بعد رحت قريت السي ام تي سي سي دي في سكوار ليكس بيغي، واسمه ليكول اللي جاي فوق طانطونفيل. وكما كاع لي جان كاع حابين نخرجوا خرجنا. لكن لماذا كان اختيار السويد؟ يعني السويد ما تعتبرش من بين الوجهات اللي لجؤوا لها بزاف كثير، يعني الجاليه الجزائريه. هي ما بداتش السويد، هي بدات رحت لفرنسا في 86 بوندون واحد دوزون ودمي تروازون، طالعين حابطين نشوفوا، مي ما كتبش ربي تماك، حتى جا 89 انا ميك ديالي قال لي فوالا طلعوا لاسكندينافي. والوقت هذا كان ساهل، ما كانش الفيزا، كانت رخيصه الدعوه، كنا صغار، قال لك نروحوا حواشين ونشوفوا. هذه هي سبه جينا زهر. ما هي الصعوبات اللي واجهتها، خاصة أن السويد لا يعتبر بين الوجهات قلنا اللي يلجؤوا لها الجزائريين، بالإضافة إلى اللغة، نعرفوا أن السويد أكثر لغة مستعمل لغة سويدية، يعني ما هي الصعوبات اللي واجهتك خاصة في السنوات الأولى؟ السنة الأولى هي كيما نقولوا هنا احنا الجزائرية كنا نقراو غير الفرنسية والعربية، وهي لونجلي اللي قرا لونجلي. مي الناس هذا متفتحين، الناس كي تسقسي يعاونوا، ما كانش فريمون مشكل. بعد بتي زابتي واحد يتعلم اللغه، وحنا عندنا لافونتاج بالك، حنا اللي نور افريكان وبالك سيرتو لي زالجيريان، باسك نهضروا بليزيور لونغ، ميم كاين يهضر قبايليه ولا شاويه ولا حاجه جديده، حاجه مليحه انك تكتسب لغه جديده. اكزاكتومون، سو تسهل لك شويه. كيف السويد؟ نعم حاليا يعني قلت لك كيف هي اوضاعك في السويد؟ حكم كوم تو الموند، كيما كاع الناس، كايوها الناس، خدام مزوج، عندي دراري، خدمه للدار، نتلاقى بالحباب، نلعبوا شويه كوانش بيان سور، نحوا شويه على روحتينا، مي سينو سافا صافي. 89 وانا هنايا لا سويد كيما نقولوا بلاد مليحه، ولا بوليتيك سيرتو لا بوليتيك تاعهم مليحه. نعم. بعد ظهور فيروس كورونا، كيف كان تأثير هذا الفيروس عليك خاصة أنك في المهجر؟ أنا سانسير ما حكمتني كورونا جانفي 2021، مي جازت أبريكات سان جور ديجا بديت نحس روحي بها، يعني ما حسيتلاش مليح، ومام تا واحد ما تعدى في الدار. يعني من غير الإصابة بالفيروس، يعني هل أثر عليك الفيروس من حيث المجال المهني، من حيث أنك في الغربة يعني في المهجر؟ نو اباسير كو بنادم كان حايب بالك، كنا مبروغرامين باش نحبطوا البلاد انا والمراه ودراري، مي لا غالب
كوريا كانت مغلوقة. نعم، نتكلموا بما أننا نتكلموا على المجال الجوي، كيف كان تأثير أنه توقف يعني فيروس كورونا؟ كان تأثير كبير على الجالية الجزائرية بسبب توقف المجال الجوي، كيف أثر عليك؟ هل كان عندك مخطط أنك تعود للجزائر وبسبب فيروس كورونا وغلق المجال الجوي ما قدرتش أنك تنزل؟ بيان سور بيان سور، كيما قلت لك كنا بروغرامي باش نروحوا نورمالمون مع المرأة والدراري، مي لا غالب باسكو ما كانوش لي بيون بو ريان فير، مي لي غيدو مساكن لي ماتوا لهم والديهم لي بروش تاعهم وما قدروش يحطوا بطل من الحرقة هذه. نعم. ولي بيون او مام طون لي بي غلاو بزاف. يعني هذا شح نسألك، هل كان اسعار التذاكر بين الاسباب اللي صعبت عليك انك تعود الجزائر بعد فتح المجال الجوي؟ لا ما نقولوش صعبت عليا، انا سي محسوب سي دون لوبليغاسيون باش نحبط البلاد، نحبط اكل نامبورت كال بري نحبط، سي اوبليجي نحبط، مي بويسك هكذايا او مام طون انا مع الخدمه تاعي سان بيرمي با ندير الفاكونس تاعي وقتاش نحب، الور قعدت. مي كاينين الناس اللي فريمون تاثروا بلي بي هادو سيتو اللي يحبطوا فامي اللي عنده ثلاثه اربع دراري غاليه بزاف وما حبطوش. شحال يعني من مده ما نزلتش الجزائر؟ دوك عندها حبطت لا دانيير فوا 2017 ولا 2018 ظهور فيروس كورونا بسنه هكذاك. نعم، بما أننا نتكلم على فتح المجال الجوي حاليا، يشهد العالم ظهور متحور جديد المعروف بأوميكرون الذي أدى إلى غلق لبعض الدول لمجالها، وبالتالي جاليتنا متخوفة من تكرار سيناريو الغلق. نشاهد التقرير التالي حول هذا الموضوع ونعود إليك لياس. إشارة أخطر من المتحور دلتا. تأثير لقاح كوفيد ما زال مجهولا بالنسبة له. موجة رعب جديدة تدق أبواب إفريقيا والعالم، إنه متحور جنوب إفريقيا الذي اكتشفه الأطباء مؤخرا، وما زال خطرا مجهولا لا يعرف عنه سوى كثرة طفراته وسرعة انتشاره. ظهور أوميكرون دفع بالعديد من الدول إلى إعلان غلق المجال الجوي، لتثار مجددا مخاوف الجالية الجزائرية في الخارج من تكرار سيناريو إعادة غلق المجال وعدم قدرتهم للعودة إلى الجزائر. وسط ارتباك أوروبي، عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا لبحث كيفية التصدي لهذا المتحور الذي ما زال مجهول الملامح، معلنة أنها ستستغرق عدة أسابيع لمعرفة تأثير وفعالية اللقاحات على متحور جنوب إفريقيا. بعد 5 مليون ضحية، ما زال كوفيد يتحور ويزرع الرعب في النفوس، تهديد قد يجعل الأطباء يدخلون في سباق مع الزمن للبحث عن لقاحات جديدة. فهل سيظل العالم رهينة لمتحورات كورونا؟ نعود إليكم مشاهدينا بعد هذا التقرير ونعود إليك الياس. الياس، ما هو رأيك حول إمكانية إعادة غلق المجال الجوي في حال انتشار الفيروس، خاصة مع عدم معرفة المختصين مدى خطورة هذا الفيروس بما أنه جديد؟ بيان سور ماشي مليح، سيرتو ديجا رانا مبروغرامين باش نحطوا البلاد بارك الله فيك بربي في مرض فيفري مارس أفريل بالك، سي نورمال ماشي حاجه ماشي مليحه، وضر بزاف الناس اللي حابين يحبطوا يشوفوا والديهم، وهذا واش عندنا في مجالها الجوي مع بعض الدول الافريقيه. نعم، قلت لك خاصه انه كاين عديد من الدول غلقوا مجالهم الجوي بعد ظهور هذا الفيروس، خاصه مع الدول الافريقيه. الدول الافريقيه يعني كيما نقولوا هما اللي يضروا، حنا دوك لما ما غلقوش لهنا لوروب صافا، مي ولا زادوا غلقوا هنا لوروب تاني تراي كارثه. كان كيما دوك كان حال تاني عندي 4 سنين ما حبطش، يزيدوا لنا يغلقوا لنا واحد عامين 2 سنين. يعني انت مثلك مثل اي مغترب متخوف من الغلق. بيان سور بيان سور بيان سور، هذا الناس هذا لا بريبار الناس قاعده واش يتهضر، حلوا طلقوا لي بي ما طلقوش لي بي، ولاو ما ولاوش. اي بورتون كان احنا نسمعوا كاين بلدان واحد اخرين ما يروحوا. مي لاجيرو علاه ما يروحوش؟ كومبرون با علاه. نعم،
الياس، هل عندك تواصل مع الجالية الجزائرية؟ هي متواجدة بكثرة في السويد. صافا كيما دوكا صافا، نهار كي جيت نكثر ما كناش بزاف، مي من بعد 2000 صافا كاين، سيرتو هنا في مالمو في السويد كاين صافا كاين ديزالجيريان. نعم عندنا مام اون اسوسياسيون الجيريان راهي دير بون ترافاي هنايا. نعم الياس، شنو هي اكثر الاشياء اللي راك مشتاق ليها في الجزائر؟ بيان سور العجوز القادم، الفاميليا والحباب الحومه. نعم